قبل الناس الكل في التيكا تاكا. اليوم باش نحكيو ميركاتو، باش نحكيو ميركاتو الترجي عم لعب جديد وقصه جديده. اليوم ربما يكتب لها النجاح وينضم اللاعب هذا للترجي، لاعب من ذوي الجنسيه المزدوجه، خلينا نقولوا دولي تونسي، ان شاء الله باش ينضم للمنتخب التونسي في التربص القادم اللي بيصير في سبتمبر ان شاء الله. اليوم لاعب هذا ينشط في فريق انجليزي لكن تمت اعارته لفريق اخر انجليزي، لاعب صغير في العمر ينجم ينفع الترجي اذا مسؤولية الترجي يعرف كيفاش يخاطب الملاعبي، لانه في اعتقادي انه ملاعبي باش يكون له شان كبير في المستقبل. قبل ما نحكيو في هذا الكل، اليوم انتم الناس اللي تشوفوا الفيديو، الناس اللي تتابعوا فيا، والناس اللي يوصلكم صوت قناتكم التيكا تاكا، ادخلونا وعملونا ابوني وخليونا جيم وكومنتير باش كل شيء يوصل لكم في وقته وتقعدوا ديما اجور ودائما مواكبين لاخر اخبار الترجي. دونك نمشيو الفاصل وهنا راجعي. بكم من جديد في تيكا تاكا، اليوم باش نحكيو على ملاعبي خلينا نقولوا تونسي من ذوي الجنسيه المزدوجه، يعني عنده جنسيه اخرى. ملاعبي هذا ينشط في البطوله الانجليزيه، الملاعبي هذا يلعب في بيرمنغهام، كان تم يعني إعارته لنادي ساوثامبتون، يبلغ من عمره 23 عام وقيمته التسويقية حوالي 1.3 مليون يورو. أكيد عرفتوني على شكون نحكي. اليوم حديثنا على نيان فاليري، لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي باش يمشي مع المنتخب إن شاء الله في التربص القادم استعدادا لمقابلة ليبيا. اليوم حسب آخر الأخبار اللي جاية من كواليس الترجي الثمانية، وثم جس نبض اللاعب اللي في اعتقادي لو كان يجي للترجي بالحق ستكون صفقة الموسم. اليوم صفقة الموسم نتحدثوا عليها، حبيت نحكي في الموضوع هذا. برشا ناس كلموني علاش نحكي في مواضيع مازالت ما صارتش، علاش نحكي على المفاوضات مازالت في خطوات الاولى، هيك نجم يشوفونا عباد اخرين ونجم يمشوا. لا اني عندي خلينا نقولوا عهد، واتخذت عهد على نفسي انه اي خبر يخص الترجي باش نحكيوا عليه. اليوم الترجي خلينا نقولوا بدات في مفاوضات جديه مع يان فاليري لي خلينا نقولوا تاخذ اعاره تشري، ما نعرفوش الصيغه الجمليه. اكيد ملاعب باش يكلف الترجي الكثير، واليوم بطلب من بعض الناس اللي خلينا نقولوا قراب من محيط الترجي، وبرشا ناس اليوم اكدت للترجي والمسؤوليه الترجي انه الملاعب هذا ينجم يكون سيبل ونجم يكون من اللاعبين اللي نجم يقدموا الاضافه في الترجي. دونك اليوم الترجي خلينا نقولوا انه الملاعب هذا يعتبر واحد من اللاعبين اللي قائمه الانتدابات اللي في اعتقادي فيها اكثر من لاعب وفيها اكثر من بوست، واللي نقوله لكم ونوعدكم به انه ثم انتدابات قيمه وقيمه جدا في ميركاتو الصيفي للترجي. واليوم الترجي مخصص برشا 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 فلوس لملف الانتدابات، وربما يكون يان فاليري واحد من الملاعبيه هذم. اليوم الترجي مطالب ان تحط الباكو، اليوم مسؤوليه الترجي مطالبه انهم يغزروا الملاعبيه في قيمه الترجي وفي حجم الترجي. اليوم لازم فما ناس تتابع الملاعبيه هذه، فما ناس تتابع المواهب هذه. اليوم الترجي مطالب باعاده ترتيب البيت، اليوم الترجي يلزمنا انتدابات، يلزمنا اليوم وجه الفريق يتبدل، يلزمنا عم جاي نلعب على الشامبيونز ليج، عم جاي نكونوا مراهنين جدين على الشامبيونز ليج، لانه المكان الطبيعي للترجي هو دوري الابطال ولا غير. دوري الابطال اللي يخليك تمشي للكوب دو مون دو كلوب، دوري الابطال اللي يجي لك برشا فلوس واللي يخلي دائما الكلاسمون نتاعك في الترتيب العالمي يكون افضل. اليوم الترجي في المرتبه الثانيه في الترتيب العالمي، اكيد شفتوا انتم الترتيب بتاع الانديه اللي كان صدر مؤخرا. اليوم الاهلي المصري في المرتبه الاولى، يليها الوداد ثم الترجي. دونك يان فاليري واحد من الملاعبيه اللي قد يكون في صفوف الاحمر والاصفر في الصيف المقبل. اذا ثم اي حاجه تخص الصفقه هذه ولا اي صفقه تخص صفقات الترجي، اكيد بستقوهم حصريا هنا على قناتكم التيكا تاكا. اليوم كمان اليوم هذه حلقه اليوم اللي كانت، وان شاء الله تنال اعجابكم جماهير الترجي والناس اللي يهمها اخبار الترجي. من هنا الى موعد اخر، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله.